السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وخير. طبعا احنا كنا متفقين ان سلسلة الفيديوهات اللي هتيجي بعد كده هي سلسلة ايه؟ اقوال بلا افعال. تمام. طيب النهاردة كنت حابة اتكلم عن نوع انواع الناس في حياتك، بس ده مني انا كشخصية، او يعني كتحليلي انا، يعني مش بحثت في الموضوع، او هو كده فعلا. مش يعني طبعا الناس في حياتك او احزاب الناس في حياتك 3 انواع او 4. اول نوع زي ما احنا بنسميه كده حزب الكنبة، يعني النوع ده يقعد يراقبك كده او يشوفك وما يقولكش على حاجة لا صح ولا غلط، هو حزب بيتفرج عليك بس، فاهم؟ فهو مش فارق معاه انت تعمل ايه، انت يعني ايه معاكم معاكم عليكم على ايه، اللي هو ملوش دعوة بيك، ملوش دعوة بيك خلاص. تمام. وفي حزب مؤيد ليك، يعني اخره كده تشجيع بكلمة ولا اتنين. وفي حزب معارض، معارض معارضة، اللي هو بقى المعارضة الجفاء بقى. وفي حزب منافق، اللي هو معاك معاك عليك عليك، مصيبة لو ركزت مع حزب الكنبة، لان هو ما يفرقش معاك طالما هو لا معاك ولا مع غيرك، خلاص هو ما يفرقش معاك في حاجة، ما ينفعش تركز معاه. هو يعني بيقولوا ايه، احنا من الناس اللي كافيين خيرنا شرنا وساكتين حتى لو انت اللي صح، هما ايه واخدين جنب، فعمرهم ما يسببوا لك ضرر، يعني ايه مالكش دعوه بيهم خلاص بعد عنك. اخطر حزب في اللي انا قلته هو حزب النفاق، اللي هو اللي معاك معاك عليك عليك، اللي هو ايه ما يشوف المركب ماشيه معاك حلو انا معاك، المركب مش ماشيه معاك يلا ما تروح في 60 داهيه انا ماليك. وده اخطر حزب، واللي انت فعلا لازم تحدده وتبعد عنه. الحزب الثالث بقى اللي هو حزب المعارضه، هو اي نعم بيبقى بالنسبه لك محبط ومقرف، بس ارجع اقول انه احسن بكتير من حزب النفاق، اللي انت عارف انه دول ضدك، فانت ممكن تتجنبهم او تبقى ايه واخد بالك او عامل احتياطاتك ان هم اخرهم ممكن يعملوا معاك ايه. حزب المؤيدين بقى اللي هو ممكن يقول لك كلمه حلوه، يشجعوك بحاجه مش عارف ايه، يرفعوا من روحك المعنويه. طبعا هو الحزب ده حلو، بس برضو تبقى مصيبه ان انت لو ركزت مع حزب المؤيده بس ونسيت المعارضه ونسيت النفاق. اولا حزب الكنبه ده زي ما قلت لك شيله من الحسبان خالص، يبقى عشان ما نتلخبطش مع بعض، انواع الناس في حياتك 4. ناس زي ما قلنا حزب كنبه مش فارق معاها عادي، هي بتتفرج بس من بعيد، ناس مؤيده وناس معارضه وناس منافقه. اخطر حزب من اللي انا قلته النفاق، حاول انك تبعد عنه، دول فعلا ما يستاهلوش يكونوا موجودين في حياتك. حزب المعارضه احسن بكتير من النفاق، هو وحش اه بس يعني احسن بكتير من النفاق، ولو كمان ايه يبقى حلو كمان لو المعارضه معارضه ايه اللي هو قول رايك وانا اقول رايي، اللي هو ايه نقاش. طبعا احنا بنتكلم بقى على الامور بشكل عام. المطلوب منك ايه؟ انك ما تركزش مع حزب وتسيب حزب، يعني ما تركزش بس مع الناس اللي بتكرهك وتسيب اللي بتحبك، وما تركزش برضو مع الناس اللي بتحبك وتسيب اللي بتكرهك، انت لازم تركز مع الاثنين، لازم تركز مع حزب المؤيدة ولازم تركز مع حزب المعارضة عشان تنجح. اما حزب النفاق حاول انه ما يبقاش موجود في حياتك اصلا، او انك مش مديلهم مجال في حياتك. حزب الكنبة بقى ما تقلقش منه، مش هيفرق معاك في حياتك. بس دول الكلمتين اللي انا كنت عايزة ادردش معاكم بيهم النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.